في شخص اسمه ابن براجان مفسر اندلسي عالم، حتى نعرف مقامه العلمي، وصفوا بعض الناس شو قالوا غزالي الاندلس. توفي 536. وين فتحت القدس على يد صلاح الدين؟ 583. كم سنة يعني؟ أقل من 50، مش هيك؟ 47؟ 47. بعد يعني إذن هو توفي قبل تحرير القدس 583 ب47 سنة، ولكن سنة 522 يعني قبل 61 سنة كاين من سورة الروم متوصل انه تفتح القدس رجب 583 هجري، وفتحت 27 رجب 583 هجري، بعد الكلام اللي كان ذاكره بكم سنة؟ 61، وبعد وفاته ب 47 ابن براجان. ف 579 لما فتح صلاح الدين حلب، اجى القاضي ابن الزكي في قصيدة امتدح فيها صلاح الدين، شو قال له؟ وفتحكم حلب الشهباء في صفر مبشر بفتوح القدس في رجب. هذا 579 يعني قبل 4 سنوات من فتح القدس فتحها صلاح الدين. فالقاضي ابن الزكي محي الدين ابن الزكي قال صلاح الدين في قصيدة، وعلى فكرة كل هذا مدون في الكتب المعاصرة لهم، يعني مش قضية مفتعلة، ومن خلال البيت الشعري بتلاحظوا انه بتكلم عن ايش؟ عن مستقبل. لا مش معقول يقول مبشر الا معناته المسألة جاي. قال له وفتحكم حلب الشهباء في صفر مبشر بفتوح القدس في رجب. بعض الكتب نقلت البيت الشعر كالتالي: وفتحكم حلبا بالسيف في صفر مبشر بفتوح القدس في رجب. كتب اخرى نقلتها: وفتحك القلعة الشهباء في صفر مبشر بفتوح القدس في رجب. فلما فتحت القدس في رجب قالوا لمحي الدين ابن الزكي: كيف عرفت؟ شوفوا موضوعيتهم قديش امينين. ما جاش قال عرفت انا، قال وجدته في تفسير ابن براجان. كان قايله ابن براجان وين انت؟ 522 قبل 61 سنة، ومحي الدين ابن الزكي قاريه. قال فرجعنا الى تفسير ابن براجان في سورة الروم: الف لام ميم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد الى، قال مستخرج من هذه الايات فواتح سورة الروم بحسابات طويلة من السورة انها تفتح في رجب. ابن براجان حاولت اشوف الحقيقة كيف هو اخذ يعني الموضوع، لكن ما نقل عن طريقته في استنباط اشك انها هي الطريقة الصحيحة، لاني وجدت مش كثير مقنعة. والاستنباط وصل للاستنباط، يعني انا مكتوب عند بعض الناس صفحات في حدود 4-5 صفحات مطولة كيف توصل ابن براجان، ولكن غير مقنع. الان الكلام عن وعد الله وتحقق الوعد، شوفوا اللي بدرس الان المجتمعات الغربية، بدرس واقع المجتمعات العربية، واقع المجتمعات الاسلامية، واقع العالم، واقع اسرائيل، وبتعمق في الامور، يدرك انه الامة الاسلامية في طريقها للخلاص. طب والمشاكل هاي؟ المشاكل هاي اشي طبيعي، زي ما قال بعضهم يعني هلقيت المرأة لما بدها تولد لابد من المخاض ولا لابد؟ لابد من المخاض. في آلام ولا ما فيش؟ يقول لك آلام مبرحة ومبرحة كمان. ضروري هالآلام؟ ضروري. هو الله خالق الآلام ليش؟ معناته في مفيد،
تمام؟ لابد منه. فلما الامم على فكرة برضو الالم هذا والبلبلة وكذا لاخره، لا هذه امور لابد منها، ولذلك لابد من توعية الناس اكثر. واليوم الشيطان، الشيطان برضو بيستنفر كل جنوده. ليش؟ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والشيطان هو اللي بيلقي في النفوس الوهن والافكار الضالة. واخر سورة الروم احنا قرأناها في درس سابق، فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. اللي بيوقنوش هم، اذا بتسمع لهم مشكلة، مشكلة. هذا انا اللي قصدت اقوله لمن يدرس القرآن وقوانين وفلسفات الامم، هذه الامة في طريقها للخلاص. كل الافكار التي تعارض الحق ساقطة، كل الجماعات راح تتبعثر مثل ما شفتوا قبل هيك. غرب راح يجي يوم على الغرب يقول لك دخيلك، بدنا نتفهم احنا. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.